انا من مثلا من الناس اللي كنت شايف من اول الموسم ان بيراميدز ولحد دلوقتي شايف ده، ان بيراميدز هيكون منافس حقيقي للاهلي والزمالك على الدوري السنه دي عكس كل السنين اللي فاتت. يعني هو يقدر يعمل ده دلوقتي تمام. بس لما تبص على تشكيله بيراميدز، لا تشكيله بيراميدز المفروض في الملعب النهارده تبقى افضل من كده بكتير. لا رمضان صبحي، هو رمضان صبحي واضح ان رمضان صبحي كان خارج بره المباراه من اولها، من قبل ما تبدا حتى هو خارج بره المباراه. عبد الله السعيد يعني حاول باستثناء ابراهيم عادل بكل التشكيله اللي بتاعت بيراميدز النهارده، ابراهيم عادل كان ماشي بشكل الى حد كبير كويس، وان كان ما كانش ابراهيم عادل هو 9 من 10 كان ممكن يكون ادى النهارده 6 او 7 من 10. ليه بقى بيراميدز يظهر بشكل وحش على المستوى الفردي مش على المستوى حتى التكتيكي او الجماعي من الكابتن امجد؟ عشان اتفقنا او كلنا اتفقنا انه في اخطاء كانت فرديه اللي خسرت بيراميدز. انا بالنسبه لي هي الشخصيه، هي قبل شخصيه ايه يا عمر؟ لا ده لعيبه كلها كبيره، ده كلهم لاعبين دوليين كبار يعني. وليكن، هي الفكره كلها في شخصيه المدرب وشخصيه الفريق، ودي بتفرق جدا. لعيبه كتير جدا على فكره عندها شخصيه بتروح فرق تانية، هي نفسها بتنزل بالداون جريد. عمر كان قال كلمه انا موافقه فيها جدا، بتفرج على اي لعيب بيروح مانشستر يونايتد عمره ما بيبقى نفس اللعيب، وهو لعيب عنده شخصيه ولعيب عنده كواليتي عالي جدا وعنده حاجات كتير جدا، ولكن هي الفرقه مفتقده هويتها، مفتقده هويه المكسب. هي فكره ايه؟ الفكره الشخصيه دي اللي احنا بنتكلم فيها بتبان امتى؟ يقول لك ايه؟ ازاي تكسب وانت وحش؟ ازاي تعرف وانت خرجت بره الجيم في ربع تلت ساعه ترجع تاني جوه الجيم؟ عشان كده قلت لك الشوط التاني بالنسبه للاهلي شخصيه فرقه وشخصيه مدرب قاعد اللعيبه بتستمد منه. انت الشوط الاولاني بيراميدز على الورق نوعا ما هو احسن، هو الافضل، وهو اللي بيحاول اكتر، والاهلي مش موجود. الشوط التاني انت نزلت في اول ربع ساعه تكاد تكون خلصت المباراه ولعبت زي ما انت عايز بالظبط. انا بالنسبه لي هتفضل وعقده كابتن ايهاب جلال قدام الاهلي دايما. هي كابتن ايهاب جلال 14 مباراه مكسب واحد بس قدام الاهلي، هي دايما دي حاجز نفسي ودي موجوده في الكوره كتير، ولكن دايما انا بالنسبه لي بشوفها هي الشخصيه. انت نازل عارف ان انت واثق ان انت هتكسب لان انت على الارض احنا احسن ك11 قدام 11، دي بتفرق. اللعيبه الرغبه نفسها والثقه نفسها دي بتفرق جدا على مدار